الوهم القاتل، المخدرات، طريق نهايته كابوس يلاحق كل متعاط ومدمن للمخدرات، بالرغم من الحرب التي تشنها المملكة منذ سنوات على كل مهربي المواد المخدرة. ما زالت المملكة تواصل حربها على المخدرات، تلك الآفة التي فتكت بالشباب والمجتمع. كانت في البداية تجربة يعني، ولعل عشان يعني طحت دوامة يعني، ما صعبة الطلوع منها صعب يعني، لكن الحمد لله أنا اليوم إنسان جديد، وهذا أنا أحس إن عمري 6 شهور يعني، توني مولود أو أكثر. من ضريت يعني، ضريت اللي حولي يعني، اللي من أهل، من يعني ناس كانوا واقفين معي، من أقارب، من عمان، من يعني هذا هم اللي أكثر يعني جرحتهم أكثر من نفسي يعني. في مستشفى إرادة لعلاج الإدمان بمنطقة القصيم، قسم متخصص لمتابعة المدمنين برحلة التعافي. في منزل منتصف الطريق تم اللقاء بالمتعافين من المواد المخدرة، وهم يحملون مآسي تلك المرحلة من الإدمان، وحاملين على عاتقهم بعد التعافي الأمل والطموح. نكتشف ما لديه من مهارات ننميها له ونساعده لإكسابها في مراحل عدة هنا، وفيه مواضيع أخرى استفادوا منها، منهم من أخذ الحاسب الآلي وتميز، ومنهم من أخذ الرسم وسائل الرسم وتميز واستفاد، وكان له أثر كبير على أسرته وعلى المجتمع. يعد قسم منتصف الطريق نموذجا للرعاية اللاحقة، ويعد مرحلة انتقالية في طريق العودة إلى الاندماج في المجتمع، وذلك من خلال توفير بيئة علاجية وتأهيلية متكاملة. عبد المجيد الروقي للإخبارية، القصيم.